ده الجزء الأول. هقول رسالتين كده، رسالة خاصة للعيبة الكرة بشكل عام، ورسالة خاصة في ظل أحداث حوالينا. يعني الكرة أقرب مثال للدنيا، الكرة أقرب مثال للدنيا، لا ليها عزيز ولا ليها غالي. وبقول كده لكل الناس اللي طالعة من تحت، الناشئين أو حتى اللي موجودة في الدوري الممتاز، ما تعيش على اللي انت عملته، عيش على اللي هتعمله بكرة. الفترة اللي جاية واللي يقرأ الأحداث بدري بدري هيعرف إن الكورة ما بقتش حاجة عادية. يعني مش بروح النادي واخد شنطتي وباخد تمريني أو بعمل تمرين وأروح وبيتي وخلاص على كده، لا، ده بتنقلك نقلة تانية خالص. الأرقام اللي بتسمعها والأرقام اللي بتشوفها واللعيبة اللي انت بتتفرج عليها أو بتلعبها أو بتلعب معاها بيبقى في مكان تاني خالص، وانت بتفضل في مكانك. فعشان كده القطر ما بيستناش حد، القطر مش هيستنى حد. الدنيا هتمشي هتمشي، والكرة هتمشي هتمشي. فلان مشي، فلان قعد، فلان جه، فلان معرفش ايه، فلان فلان فلان، كله بيتنسي خلاص. اللي هيفيدني في الوقت الحالي واللي هيشتغل معايا في الوقت الحالي هتبقى له الكلمة العليا أو هتبقى ليه المكانة في الوقت ده. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من مستقبلك، خلي بالك من أسرتك، كل ده متعلق في رقبتك أنت بعد ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تبقى سبب في نقلة حياة تانية لأسرتك كلها، لأولادك، لمراتك، لوالدك، لوالدتك، لإخواتك، بسببك أنت. فده لازم يفكر كويس، لازم يفكر بشكل كويس جدا. أنت مش مسؤول عن نفسك بس، وربنا سبحانه وتعالى عنده حكمة. معظم لعيبة الكرة، معظم لعيبة الكرة وأنا منهم، مش هتلاقيهم من الناس اللي هي اتولدوا وعندهم يعني معلقة ذهب في بقهم. معظم لعيبة الكرة يعدي 90% ل 95%. فخلي بالك من كل تصرفاتك، من أفعالك، من تفكيرك. أهداف لازم تتحقق. في ناس بتبدأ بشكل وتنتهي بشكل تاني خالص، في ناس بتبدأ حمادة وتنتهي حمادة تاني خالص، عشان التفكير قليل. الصحبة مين؟ الفكر مين؟ الدراسة لها دور، الثقافة لها دور، التربية لها دور، الصاحب زي ما اتفقنا، الصداقة لها دور. بقول نصيحة بقولها على الهوى لكل الناس، وخصوصا الناس اللي لسه طالعة، الناشئين اللي لسه طالعين، اللي لسه ما دقوش حلاوة كرة القدم، لسه ما دقوش حلاوة المجد والشهرة والمادة، ما بالك لو بتلعب في مكان في مصر زي النادي الأهلي. في نادي الأهلي كانوا كلمتين كده مهم ان احنا نبدأ بيهم النهاردة. آخر